السلام عليكم الخوت، تحية لكم من هنا. نتمنى انكم تكونوا مزيان في احسن الاحوال، وكون الظروف مزيانة والامور مزيانة، والله يرفع لنا هذا المرض هذا وترجع الحياة كيف ما كانت. وهذا مطلب ديال الجميع الخوت، والتزموا كيف ما تنوصل لكم الميساج دائما. خوتي، عندنا واحد لا فيديو اليوم غادي نهضروا وغادي نسمعوا واحد الاوديو على النقافات وعودة النقافات وعودة الخليجي المقنع رئيس جمعية النقافات او رئيس النقافات والخفافيش. هذا الموضوع مهم. قبل ما نبداو نسمعوا هذا الاوديو هذا الخوت، غادي نقول واحد النقطه مهمه، هو انه كاين بعض المتتبعين في شي قنوات، اما عندي المتتبعين ديال القناه ديالي دائما كيشجعوني في الامور هذه، وكنقول لهم شكرا بزاف وشكرا على دعم القناه. واخ كنشوف شي تعاليق تيقول لك اودي ما تهضروش على هاد الناس وما ديواش فيهم. بالعكس، هذا هو الخطا الكبير، خطا كبير اللي ما هضرناش على هاد الناس هادو وما ديناش فيهم وما حللناش دوك اللايفات اللي كيقيلوا يقولوا. والدليل انتم غادي تسمعوه دابا، غادي ناخذ واحد 3 دقائق لانه الفيديو طويل واللايف طويل، شد فيها اصحاب الكوارو واصحاب ما نعرف شنو، قاسم كيهضروا على المغرب وهضروا على مدينه مراكش وعلى المجتمع المغربي، واحد المستوى اللي ولينا فيه من هب ودب واللي هضر على المغاربه. بغيت نذكر على انني نهار اللي خرجت وقلت لكم الخوت على ان هاد الخليجي هذا راه من عصابه حمزه موبي، حتى واحد ما اداها فيا من غير العائله الصغيره ديال القناه. الفيديو راه كاين، وهذا السيد هذا عنده الوقت اللي تيخرج فيه هو وقتاش كيخرج، ومن تيقول شي حوايج ردوا البال مزيان على انه كيعرف اش كيقول. والدليل هو انه نهار اللي نصرح بانه اليوم غادي يتم الاعتقال المديمي، تم الاعتقال المديمي كانت 4 السوايع كيما حددها يعني بالتمام وبالكمال. ردوا البال، الى جانب داك اللي في امريكا، داك اللي تيقول مغربي حاشا انه يكون مغربي، لانه اللي كيهضر وينهب كما تنقولوا كينبش ويهضر على المجتمع ديالو وعلى ولاد بلادو وعلى بلادو في شي حوايج، هذا ما عندوش الشرف على انه يكون مغربي، بعيد كل البعد عن المجتمع المغربي. ردوا بالكم الخوت، العوده ديال هذا الخليجي هذا راه قلتها البارح في اللايف، وكنت قلت على انه ربما انا ما يعاودش يبان، لانه دار واحد اللايف واحد الاوديو ديالو تسرب هذا اليومين وما هضرتش عليه انا، قلت ربما هذه لانه غبر من بعد الاعتقال ديال المادي ما راه ما شفناهش، نضت عليه قيامه وكل شيء بدا كيتساءل شكون اللي عطى الحق لهذا الخليجي يهضر، شكون اللي سرب له المعلومات، شكون اللي قال له على انه المديمي غيتعتقل. نضت عليه الروينه هو يغبر كما غبروا دوك النقافات اللي معاه الاولين، لا الشمكره اللي بانت لينا ديك المره كتعاير وهي سكرانه بكاس، لا الاخرى اللي كانت كدير الليالي حتى هي في انستغرام وداك الشيء. كنهضر عليهم مجموعه كانوا غبروا ما بقاوش كيبانوا، لان نضت عليهم قيامه، ومن نضت عليهم قيامه ماشي حنا اللي نوضنا، واخا هضرنا حنا ما يتسوقوناش، ولكن الناس اللي الفوق كيتحكموا فيهم هما اللي قال لهم خصكم تحيدوا تغبروا تتبرد هذه الدعوه هذه. وهذا الشيء اللي كان، ردوا البال مزيان اللي كيقولوا الناس، ماشي عندي اللي كيقول لك ما تهضروش على هاد الناس. دابا راه رجع، وقتاش رجع؟ بقى 5 ايام للجلسه ديال نهار 21، رجع نهار يعني ملي كانت الجلسه ديال الاستاذ المديني البارح والبارح، هذيك الليل كان دار كان مسني شنو هو الجديد، هو رجع اللايف الثاني عاود الاوديو ديالو اللي يعني راه تسرب البارح. على اي هاد الشيء هذا راه ماشي صدفه، هاد الشيء هذا راه من موراه بزاف ديال الحوايج. نسمعوا بعد هاد الاوديو هاد السيده هادي ولا هاد الشارفه هادي ولا هاد النقافه اش كتقول بعدا، عاد نكملوا معاهم ونشوفوا هاد المستوى اللي وصلنا له ما بين هاد الناس هادو ولا ما بين هاد الحشرات هادو. قبل اخوتي ما نسمعوا لهاد الاوديو هذا، بغيتكم تردوا البال واحد الحركه غادا دار ديال واحد واش بريكا ولا شي حاجه، سمعوها مزيان لانه غادي نهضروا من بعد على هاد الامور هادي. خليكم مع الاوديو. تتشعل الجوان العالم كله بلد سياحي بامتياز. في كل بلد يا اختي الدعاره في كل بلد موجوده في العالم كله في كل مكان. اعطيك النقط وحسمعك، الدعاره موجوده في كل بلد. بالنسبه لهذا العقوقي تفريق اللوبيات، هي ترى لوبيات، في ناس يبغوا يصفوا حسابات مع ناس، احنا عارفين هذا الشيء. لما يطلعوا يتكلموا باسم المغاربه يقولوا 40 مليون مغربي، مين اعطاكم الحق؟ مين وكلكم؟ المغاربه ما اعطوكم صك، وكلوكم على المغرب تتكلموا. المغرب فيه رجالان وفيه نساء محترمين ورجال شرفاء.
بارك عليك، ما عطاكش بزاف والله العظيم. راه هي بالجانب الحرم المكي وكتشعل جوان ولا تشعل قار. وشوف هاد الناس هادو، ما خلاوش شي بلاصه اللي ما ادوهاش، ما خلاوش شي بلاصه اللي ما ادوهاش. وانا قلت لكم ردوا البال الحركه فاش شعلت البريكه، يعني قارو ولا جوان ولا على اي. هاد الناس هادو معروفين، هذيك كتبقى حريه شخصيه، ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش مشكل. ولكن اللي بغيت انا نقول هو انه هاد الناس هادو اللي كيهضروا على مدينه مراكش، كيقول لك على انه بلد يعني كيجيو له العالم كامل، حنا مرحبا باي واحد جا مدينه مراكش، حنا ما عندناش مشكل. حنا ما كنهضروا هنا على ما كنهضروا، راه كنهضروا على بان مدينه مراكش ترجع لنا ديك المدينه اللي بغينا، والمغرب يرجع لنا المغرب اللي باغيين، وبغينا نخليو المغرب اللي حنا كنا كنشوفوه وكنعرفوه. مرحبا بالجميع، مرحب بالجميع، ولكن ما مرحبي ما مرحبش بدوك الناس صحاب العهر وصحاب الفساد وصحاب اللي كيشوهوا بالمجتمعات، هادو غير مرحبين بهم. والدليل ها هو دابا، انتيا على الاقل بعدا حشمي على اعراضك وهضري باللغه ديالك، هضري باللغه المغربيه ديالك. ما عرفتش انا علاش بعتوا هويتكم، بعتوا ثقافتكم، بعتوا لغتكم، بعتوا كل شيء مقابل الفلوس. والله العظيم انا بالجانب الحرم المكي، وملي كتحشمي وانت عندك اعراض الجانب الحرم المكي ما تشعليش قارو بعدا ولا تشعلي جوان، احترم هذاك الحرم المكي، احترميه وقدسيه، لانه هذاك مكان مقدس عند المسلمين. الا كنتي كتعتبر راسك مسلمه واخا ما تكونيش مسلمه، خصك تحترمي ذاك المكان، لانه ملي كيكون شي مكان يعني للعباده ولا شي مكان يعني مقدس جميع الديانات كنحترموه بكل اللي يكون. والله العظيم الا لكلكم الى مزبله التاريخ. ما عرفتش من ما غاديش نقولش من ديانه عندكم حاشا، لانه الديانات كتكون معروفه، ولكن ما عرفتش من قيمه عندكم، واش من اش من مستوى عندكم، واش من اللي كاين، هو على انكم ما عندكم دين، ما عندكم مله، ما عندكم حتى شي انتماء، ما عندكم حتى شي انتماء. انا تنقول لكم منو تنتحمل المسؤوليه، تنتحمل المسؤوليه، ما عندكم شي انتماء. تتهضروا على مدينه مراكش، هذه المغنيه هذه جابها لمدينه مراكش. ديك المغنيه دي كانت في الخليج، كتجمع في الغرامات الخليج، تبقى في الخليج. راه نهار اللي دخلت على مدينه مراكش جابت العار، جابت العار مدينه مراكش. عاوتاني قولوا انا اللي تنقول، ها انتم كتشوف ما عندهاش شي علاقه بمدينه مراكش. التهم اللي على ظهرها، انا اللي حنا اللي درناها لها، اليوتيوبرز داروها للناس ديال مراكش. تحيه ليهم من هنا مساكن اللي ما عرفوش هذه المصيبه دي اللي تسلطت عليهم، شوهت لهم المدينه ديالهم، وشوهت لهم يعني ثقافتهم، وشوهت لهم الحضاره ديالهم والتاريخ ديال مدينه مراكش في العالم. في العالم في العالم ما كاينش شي واحد اللي ما تعجبتلوش مدينه مراكش يقول لك ما تنعرفهاش. طيبوبه ديال الناس ديالها والسياحه ديالها، والناس كلشي عايش مع السياحه وكلشي مرحبا به، كلشي واكل، كلشي ناشط، كلشي ضحك، كلشي شارب. انا كان شي امور اللي هي حياه الشخصيه ديال بنادم حياته هذيك، ولكن نهار اللي جاو هاد الناس وجاو هاد الربعه هذه شوهوا هاد المدينه هذه، وشوهوا بالناس ديالها، وشوهوا بالزوار. نتوما كتقولوا على انه الناس كيجيو، الناس راه ما بقاوش باغيين يجيو، وما غاديش يبقاو يجيو على الفضيحه اللي دارت هاد خيتي والعصابه ديالها. وهنا تنرجع غادي نقول لكم، هاد الناس هادو كيعرفوا اش كيقولوا، وراه عندهم الوقت وقتاش يخرجوا. ربعه ديال الشارفات، ربعه ديال الملاهي الليليه، وربعه ديال الشياطه ديال لي زوطيل، والشياطه ديال هذا اللي خرج ينوض يمسح فينا رجليه ويبدا يهضر لينا، وينوض الكلب ديال الخليج يقول لهم لا راه على اي ما عرفاش الدعاره في اي بلاصه في العالم. شكون قال لك اخويا حنا عندنا الدعاره في مدينه مراكش؟ اي بلاصه فيها الدعاره؟ شكون قال لك مدينه مراكش بالضبط؟ ملي كتقول لك هي هتهضرك على السياحه وانت كتقول لها الدعاره. ولكن حنا باش نكونوا واقعيين ونجيو تاني الصراحه وما نبقاوش نهضروا، حنا اللي كنديروا هادشي راسنا، حنا اللي تنتصروا بنادم، وحنا اللي راه كاين شي وحدين من عندنا حنا من المجتمع المغربي هما اللي وصلونا لهذا النيفو هذا. ما فهمتش انا، كلشي باغي الفلوس، كلشي باغي يدير الفيلات، كلشي باغي يدير الطوموبيلات، كلشي باغي يدير، كلشي باغي يدير. ها المستوى فين وصل؟ انتم بعير ديال الخلا، حواله ديال الخلا كاس كيشدوا بينا اللايفات مع شرفات ديال الخلا. كون عندها بعدا تضرع باللغه ديالها بالدارجه المغربيه باش اللي بغى يفهمها يفهمها، ما بغاش يفهمها. راه شوف وصلنا لواحد المستوى، والله الا بهدلونا هاد النقافات وهاد الربعه ديال النقافات وهاد الربعه ديال المغنيه، بهدلوا المغرب، والله الا بهدلوا المغرب. هنا راه تنقول على انه القانون خصو يتدخل، هاد الناس هادو والله الا خصهم الحبس. اللي تبت على انه سائل المغرب ولا المجتمع المغربي كيف من النوع ديالو، باش نكون واضح معاكم، مغنيه ولا شطاحه ولا اللي كانت، تشي الحبس. تما راه بزاف. شفتوا هاد المغاربه هادو واش ما عرفتش انا حنا، والله ما عرفتش، ما عرفتش انا هاد المغاربه هادو ولا هاد المغرب هادو شنو داير لكم. واش ما عرفتش هاد الناس هادو اللي كيبغيو يسوقوا للمغرب، واش ما عندش اصل بوكم الجدر علاش تحشموا؟ هادو اللي باغيين يسوقوا للمغرب، ما عرفتش اصل بوكم الانتماء ديال هاد البلاد، ولا ما عرفتش. واخا تكون هاد البلاد هادي ماشي ديالكم، واخا تكونوا بوكم ما عرفاش شنو عندكم، واخا
تكونوا تتسعوا، ما غاديش ديروا هاد الدل هذا هو مقابل الفلوس على انكم ديروا شي حوايج وتشوهوا المغرب. تنهضر على اللي سيء المغرب، انا ما سميتش. خصكم تكونوا تحشموا، خصكم تكونوا حشموا، راه جدودنا ضربوا على التمر على ديك البلاد باش حروها وخلاوها باش تجيو تعيشوا فيها وتجيو نتوما تندسوها. والله الا قمة العار، الله يتبعكم البلا. شي هاد الناس اللي بغاو يسيئوا للمغرب الله يتبعهم البلا ويتبعهم الفضيحة، تفضحهم اكثر من انكم راكم مفضوحين. خوت سمحوا لي على هاد الانفعال هذا، تحية لكم من هنا، لانه ملي كتشوف هاد كما تنقولوا هاد البوبال هذا بحال هكا يتمسح رجلو في المغرب وتهضر على المغرب وتهضر على المجتمع المغربي، راه ما بقى ما يدار، ما بقى ما يتقال. تحية لكم من هنا، السلام عليكم.